السلام عليكم متتبعينا الكرام، أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوت كوم. كل ما عليك هو الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد إن شاء الله. هذه أبرز العناوين. الوداد تستقبل شباب البلوزداد بالورود وتخصص حافلة النادي لتنقل الفريق الجزائري في المغرب. حطت باتت فريق شباب البلوزداد الجزائري صباح يوم الخميس الرحال بمطار محمد الخامس تأهبا لمواجهة الوداد الرياضي برسم إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وخص الوداد بعثة فريق الجزائري باستقبال حار في المطار، حيث تم استقبالهم بالورود من قبل مسؤولي نادي الأحمر. كما خصص مسؤول نادي الوداد الرياضي حافلة الفريق لنقل بعثة شباب البلوزداد إلى مقر الإقامة، حيث ستكون تحت تصرفهم طيلة الفترة الإقامتهم في المغرب. وسيخوض فريق شباب بلوزداد حصتين تدريبيتين بمدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة الفريق الأحمر الوداد الرياضي. شكرا على حسن المشاهدة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.